بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نكمل معكم شرح القواعد الخاصة لضبط المتشابهات. القاعدة الخامسة: الضبط بالزيادة للموضع المتأخر. كثير من الآيات المتشابهة يكون الموضع المتأخر منها فيه زيادة على المتقدم، وقد يأتي خلاف ذلك، ولكننا كما أشرنا سابقا نضبط الأكثر ونترك المستثنى الأقل على ما سبق بيانه. ولا نعني بالزيادة والنقصان في الآيات ظاهر ما يتبادر من الألفاظ الزائدة والناقصة، وإلا فإن القرآن في الحقيقة محروس من الزيادة والنقصان. ولولا أن هذا الاصطلاح الزيادة والنقصان استعمله الأوائل المصنفون في هذا الفن مثل الكرماني وابن الجوزي لما استعملناه تحاشيا لما فيه من الإيهام غير المقصود. والآن مع الأمثلة. في المثال الأول في قصة صالح عليه السلام في سورة الشعراء، قال تعالى: ما أنت إلا بشر مثلنا. جاء بعدها في قصة شعيب عليه السلام قوله تعالى: وما أنت إلا بشر مثلنا، فجاءت زيادة الواو في الموضع المتأخر. مثال آخر، قال تعالى: وتنحتون الجبال بيوتا، الأعراف مع قوله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا في الشعراء بزيادة من في الشعراء. مثال آخر في قصة لوط عليه السلام، قال تعالى: أخرجوهم من قريتكم، في الأعراف عن لوط ومن آمن معه. وفي النمل قال تعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم. مثال آخر، قال تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات، في النحل مع قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، في الملك بزيادة الواو في الثانية أولم. مثال آخر، قال تعالى: قل فمن يملك من الله شيئا، في المائدة مع قوله تعالى: قل فمن يملك لكم من الله شيئا، في الفتح زيادة لكم في الموضع المتأخر. مثال آخر، قال تعالى: ولا تضروه شيئا، في التوبة مع قوله تعالى: ولا تضرونه شيئا، في هود تضرونه زيادة في الموضع المتأخر. مثال آخر، قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا، في هود مع قوله تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، في العنكبوت أن زيادة في العنكبوت في الموضع المتأخر. مثال آخر، قال تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، في هود مع قوله تعالى: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، في الحجر واتبع أدبارهم، جاءت زيادة في الحجر. مثال آخر، قال تعالى: ويكون الدين لله، في البقرة مع قوله تعالى: ويكون الدين كله لله، في الأنفال بزيادة كله. مثال آخر، قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في النساء مع قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في المائدة بزيادة قل في الموضع المتأخر المائدة. مثال آخر، قال تعالى: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين، في الأنعام مع قوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين، ذلك هو الفوز المبين، أفي الجاثية بزيادة هو في الجاثية بدون واو ذلك. مثال آخر، قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، في الأنعام مع قوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، في سورة فاطر بزيادة في. مثال آخر، قال تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، في الأعراف مع قوله تعالى في سورة يونس: بما كذبوا به من قبل، بما كذبوا به، به زيادة في يونس في الموضع المتأخر. مثال آخر، قال تعالى: ولما بلغ أشده
آتيناه حكما وعلما في يوسف، مع قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، آتيناه حكما وعلما في القصص. وهذه الثانية عن سيدنا موسى عليه السلام. مثال آخر، قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين في الحجر، مع قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين في الشعراء، لمن اتبعك زيادة في الموضع المتأخر الشعراء. مثال آخر، قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه في الإسراء، مع قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله في سبأ، من دون الله زيادة في الموضع المتأخر. مثال آخر، قال تعالى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، الكهف، مع قوله تعالى قال ألم أقل لك، بزيادة لك في الموضع الثاني من الكهف. قال ابن جماعة رحمه الله كرر موسى الإنكار عليه فشدد الخضر عليه وأكد القول بقوله لك، لأن كاف الخطاب أبلغ في التنبيه. مثال آخر، قال تعالى فقالوا إنا إليكم مرسلون في ياسين، مع قوله تعالى قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، بعدها بآيتين لمرسلون زيادة لام في الموضع المتأخر. مثال آخر، قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة في البقرة، مع قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات في آل عمران، فالإشكال بين معدودة ومعدودات، ونلحظ الزيادة في الموضع المتأخر في سورة آل عمران، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تنطبق عليها هذه القاعدة. حتى إن الشيخ الفاضل عبد المحسن العباد ذكر ما يقارب من 90 مثالا لهذه القاعدة في كتابه يحسن الرجوع إليها. هذا وينتهي الدرس التاسع بحمد الله ومنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.